حليمة بولند عم ترقص بفستان جريء بالسعودية. أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل من جديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي برقصة بأحدى حفلات الأعراس بالسعودية من بعد تقديم الحفلة، وهي لابسة فستان أسود جريء عاري على الكتاف خليها محط للأنظار. وتنقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رقص حليمة وسط تعليقات سلبية على فستان الجريء وحركات المعتادة، وشن المتابعين على صفحة بولند هجوم حاد عليها واعتبروا انه يلي لبسته ما بيتناسب مع عادات وتقاليد السعودية. وكانت بولند اثارت الجدل بوقت سابق بكتير امور وفيديوهات يلي نشرتها على صفحتها الخاصة، وتعرضت لشائعات كتير أبرزها طلاقة من زوجة وزواجة من رجل أعمال كويتي معروف، وهي بدورة ما كشفت حقيقة هيدي الشائعات. ما تنسوا تتابعوا الأخبار لحظة بلحظة على لبنان24.com.